<applause> اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة عذرا لا من إتمام طلبك على تطبيقك الخاص تليجرام ما عليك أن تقوم بفعل حل هذا المشكل تقوم بالضغط على الضبط والإعدادات يأخذك إلى هذه القائمة الخاصة هنا بعدها سوف تقوم بالنزول للأسفل تضغط على التطبيقات نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاص بك في هذه القائمة بعدها سوف تقوم بالنزول للأسفل للبحث عن تطبيقك الخاص تليجرام تاتي الى نافذه معلومات التطبيق تضغط على ايقاف اجباري تضغطون على موافق ثم تقوم بالنزول للاسفل تضغط على مكان التخزين تاتي الى نافذه مكان التخزين تضغط على مسح التخزين المؤقت ثم ما عليك ان تقوم بفعله وان تقوم بالذهاب لمتجر جوجل تقوم بالبحث عن تطبيقك الخاص تيليجرام سوف تجد هناك تحديث تضغط عليه ليتم تحديث التطبيق وحل المشكله